عاشي بقى ليلي، شو القصة؟ شو عم يصير هون؟ شبك انتي؟ خالي أنا عندي أخبار مهمة. شفت شغلة مو معقولة ابنه. احكي بسرعة وبدون مقدمات. شفت ميرا وفيفان على التراس مع بعض. فيفان طلب منا تنسى الماضي وتروح تكفي حياتها وتنسى زواجهم، بس لا، ميرا رفضت هالشي وضمته كمان، ولو انه فيفان ما بعدها كانت بدها تبوسه. ما بعرف كيف هي، ما بتقدر توفي بوعدها وكيف بتخون بهالسهولة. عملتي هيك بعد ما حلفتي بحياة أبوك؟ شو هالتفاهة تبعك هي؟ اسمع بابا، هي سلكي عم تخبس من عندها. عن جد؟ يعني قصدك اني عم اخترع هالحكي وانه ما صار وانت بريئة؟ طيب ماشي، يا جماعة سألوها شو القصة الحقيقية وقولي لشوف. بعد ما حلفتي بحياة أبوك وعطيتيه وعد، قطعتي كل علاقتك بفيفان؟ ولا لساتكن عم تلتقوا من تحت لتحت؟ ومو بس هيك، وكمان اتنيناتكن. قولي ميرا، شو الحقيقة؟ انت خنتي وعدك لالي ولا لا؟ يلا جاوبيني ميرا، ليش ساكتة هيك؟ احكي، انت خنتي الوعد يا ميرا؟ جاوبيني لشوف. انا رح احكي. سيلكي عم تكذب. شو عم تحكي فيفان؟ ليش لحتى اكذب؟ صدقوني انا ما عم اكذب، ليش لحتى اكذب خالي؟ قليلي لشوف، اذا اتنيناتنا عايشين بهالبيت فقليلي شو هالشي العظيم اذا انا وميرا التقينا بالتراس بالصدفة بنفس الوقت؟ ليش عم تعملي كل هاي الدراما هلا؟ يعني سيلكي عم تكذب مو؟ احكي فيفان، ليش هيك عم تحاكي سيلكي؟ لانه الكلام اللي حكته الانسة سيلكي ما له علاقة بالحقيقة. شو قصدك؟ كانت الدنيا عتمة وميرا تفركشت مدري بشو، أنا مسكتها قبل ما توقع، بس هي الأنسة فوراً بتفهم الأمور غلط، ما في شي من اللي حكيته صح. وفوق هاد كله شو ما بتقول سيلكي عن ميرا بيكون كله كذب وافتراء كمان. بس فيفان اسمعني، ليش عم تحاولي تشوهي صورة بنتي قدام العالم؟ فهميني مرت خالي، انا ما عم بكذب، بترجاصة. لحظة شوي، اسمعيني، استني دولي،